كبيرة، ادى البلد كتير، كسب بطولات كتيرة، ادى كتير. وجود عصام معايا انا كنت شايف رؤية للفريق ورؤية للتدريب ورؤية للشكل اللي يبقى موجود فيه، يبقى موجود في عصام. لما حسيت ان عصام لما ما بيشاركش في المباريات ما بيبقاش يعني منسجم، هذا السبب بس. لكن عصام الحضري قيمة كبيرة وقيمة موجودة، والحمد لله. انا بقول لك بصراحة خلال الفترة اللي قضاها كلها ما كانش فيه أي حاجة، بل كان خير سنة الجهاز في مع اللعيبة مع كل شيء. لكن عملية المشاركة في المباريات دي يعني عايز أقول إيه، اختيار جهاز، رؤية فنية لنا.